مرحبا بكم في توقعات احوال الطقس اليوم غد الاربعاء. غادي يبقى الطقس بارد بكل من المرتفعات والهضاب اضافه الى داخل البلاد مع وجود صقيع او جليد، كما يرتقب ان تكون السماء غائمه جزئيا بالجنوب الشرقي فضلا عن تشكل بعض الكتل الضبابيه فوق بعض السواحل الشماليه، في حين ستكون الاجواء مستقره عموما مع سماء صافيه الى قليله السحب بباقي ارجاء المملكه. اما الرياح فغادي تهب معتدله الى احيانا قويه نوعا ما من القطاع الشمالي بالاقاليم الجنوبيه، فيما ستهب ضعيفه الى معتدله شماليه واحيانا متقلبه الاتجاه بباقي المناطق. الان خليكم مع درجات الحراره. بالنسبه لمدينه طنجه غادي تعرف 9 درجات، 6 درجات في مدينه وجده، 4 درجات بفاس، 8 بالرباط، 11 درجه في طلبيده، 3 في مكناس، 6 درجات في مراكش، 9 في اكادير، 12 درجه في العيون و17 درجه في مدينه الداخله. الان خليكم مع توقعات احوال الطقس لهذا الاسبوع. بغيتي تعرف اشنو واقع في البلاد؟ اخبار حصريه وريبورتاجات من قلب الحدث بان سامبل كليك. غادي تدخل اندرويد او لي او اس من التليفون ديالك، غتمشي لابارغ دو ريشيرش وتكتب شوف تيفي، وهو التطبيق ديالنا بين يديك. اي هو هذاك اول تلفازه الكترونيه بالمغرب طورت التطبيق ديالها ليكم نتوما مشاهدينا باش توصلوا بسهوله المعلومه وفي اي لحظه بغيتوها. اخبار، حوارات، ريبورتاجات وبرامج جديره اكيد بالمتابعه غادي تلقاوها في الابليكاسيون ديال شوف تيفي، ومع الابليكاسيون ديالنا الاخبار كامله بين يديك.